بالنسبة لأسوريو بيخترع، بيخترع بجد يعني. يعني أنا مش، أنا دلوقتي أنا مدرب جاي مصر، أنا من كولومبيا وجاي مصر، أنا من سويسرا وجاي مصر، أي حد يعني من أي بلد، أي بلد، أي واحد أجنبي، ما تقوليش إنك أنت بتتفرج على الزمالك أو الأهلي في كولومبيا أو في وأنت في لندن بتتعلم مش عارف مع ليفربول ولا من زي ما هو قال يعني، أو زي ما أنا قريت إن هو، لا أنت جيت تتفرغ تقعد تدرس الزمالك ده دراسة كاملة. لما خد الدوري والكاس تشوف خدوا الدوري والكاس ازاي، صح. مين اللي كانوا نجوم بيلعب ازاي، صح. اللعيبة دي، وبعدين انت عندك تمرين، انا مش فاهم انت ازاي تجرب في ماتشات. ما التمارين دلوقتي ما بقتش مجرد تمرين يعني. انا كنت اتفرج على تمرين الاهلي والزمالك والفرق الكبيرة في الملعب بالتمرين، وبحضر التمرين، والجيل اللي انا كنت بحضر التدريب بتاعهم عارفين ان انا كنت بحضر يعني. تدريب في الوقت ده كان لا يماثل المباراة. دلوقتي أي تمرين بيماثل المباراة، المواقف بتبقى في المباراة. ما بيقولكش مثلا يعني تعال نتمرن على الشوتينج، على الشوط يعني، فكل لعيب يخش على 18 في التمرين الأهلي أو الزمالك ويروح شايط شوط. لا يا عم، هو في الماتش أنت هتبقى بتتفسح وتخش على 18 وتشوط. لا انت في التمرين بقى، التمرين اللي انا بكلمك عليه ده بيسموها المحاكاه الحقيقيه في التسعينات. انا شفته في التسعينات في الاهلي وفي الزمالك على الشوتينج تسديد يعني، واحد هيشوط خش يا قفشه شوط، هتلاقي خمسه او سته من في التقسيمه او مدافعين داخلين عليه عشان يعملوا له موقف بيبقى في الماتش. فانت حضرتك عايز تجرب المسلوسي وينج ليفت، عايز تجربه وسط ملعب زي ستونز، عايز تجربه مش عارف قلب دفاع ويطلع يهاجم، ما تعمل ده في التمرين وشوف النتيجة، وشوف النتيجة. حتى لو كانت النتيجة مش هتبقى 100% طبعا، لكن هتدي لك انطباع طبعا. فانت بتألف وبتخترع في ماتشات مهمة. ما حدش يقول لي اصل الزمالك خسر البطولة واصل الزمالك مش عارف ايه. لا، الزمالك بيلعب على بطولة، بيلعب على بطولة كاس مصر ودوري ابطال افريقيا مركز تاني مهم. لا وكمان بيلعب طبعا دوري ابطال افريقيا عايز يدخله، لكن دلوقتي حاليا بيلعب على عايز ياخد البطوله بتاعه كاس مصر، صح. فاما انت بتجرب ازاي يعني، انت مش واخد بالك ان الزمالك لازم ياخد بطوله، يعني عايز بطوله، جمهوره عايز بطوله، ده جمهوره عايز بطوله وعايز كره حلوه كمان، عايز الاثنين. ان الوضع كمان يعني دايما لما تيجي يعني حضرتك مثلا بتستلم مؤسسه صحفيه وعندك فكر جديد لهذه المؤسسه، مش اول ما بتيجي تقول لا هات لي بقى الدور اللي تحت ده وتخليه لي فوق واللي فوق ده تحت، لا طبعا لا المكاتب دي حاطاها هنا بالتدريج. لا هو فجاه دخل عمل ثوره فنيه. لا لا طبعا، انت لازم تعرف كل واحد امكانياته ايه وقدراته ايه، ولازم تذاكر، ولازم يعني اي حد يعني مثلا واحد جديد ملوش علاقه باتحاد الكوره، ما يعني ما جربش المساله دي ابدا، وقال هخش الانتخابات ونجح، لا يخش بقى المقر يقعد له شهرين ثلاثه يذاكر يفهم الاول. ايوه، مش يخش يروح عامل قرارات. لا، افهم الاول بس الدنيا ماشيه ازاي. انت اصلا جاي ما انتش عارف، ليك تصور انت مذاكر انجلترا الاتحاد الانجليزي عامل ازاي، بس ممكن الظروف هنا لا تسمح. طبعا مش تقول انا لا انا جاي فكره متخلص. اولا ما حدش يعرف مين مجلس اداره الاتحاد الانجليزي، ما حدش يعرف، لكن احنا كعرب مشهورين تعرف رئيس الاتحاد وسكرتير الاتحاد والمتحدث الرسمي والمتحدث مش عارف المدير المالي والمدير المالي والشؤون القانونيه ولجنه الانضباط وتعرف كل حاجه. بالمناسبه حسن بقرا مره من واحده بيشتغل ولا رايحين لا انا قلت نقطه مهمه جدا نتشهر.